That's funny. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحصة نستكمل موضوعنا بالنسبة للسيكونس، زي ما شفنا في موضوع شو اسمه sequential limit points. يعني كنا نقول السيكونس كونفيرج لنقطة فقلنا sequence converge لنقطة إذا كان P مثلا إذا كان لأي open set تحوي النقطة P فإنها تحوي على tail من sequence يعني في النوت عشرة مثلا من الحد العاشر وطالع كلهم جوات الاوبن سيت كلهم او صغر الاوبن سيت بالنوت بتزيد من الحد رقم 1000 وطالع 1000 1001 1002 1003 كلهم سلسلة واحدة كلهم وين؟ في الاوبن سيت وكنا نسميهم اسأل نقاط سيكونس وين شو اسمه كونفيرج هلا بنعرف اف اكيوموليت تو بي مفهوم ثاني خلي بالك اذا كان لاي اوبن سيت تحوي النقطه بي فانها تحوي عدد لا نهائي من السيكونس وما بقصد عدد لا نهائي يعني 2 و4 لا حدود السيكونس تحوي الحد الثاني والحد العاشر والحد 13 ممكن ان يكونوا كل هذول الحدود نفس العدد 3 3 3 3 for any g open set containing p for any natural number unknown there exists n1 اكبر من النوت بحيث انه اف ان 1 تنتمي لجي هذا هو التعريف الاصلي اللي موجود في كتابك لونج خذ ان 1 اذا خذ ان نوت تساوي 1 اذا عندي يوجد ان 1 اكبر من الواحد بجوز 10 اذا الحد العاشر من سيكونس جوات الاوبن سيت بتاعتك خذ الان النوت 10 وطبق التعريف مرة ثانية إذا يوجد أنوان أكبر من 10 بجوز 20 إذا الحد رقم 20 موجود في الأوبن ست بتاعتك هلا خذ الأنوت 20 وطبق التعريف إذا يوجد أنوان أكبر من 20 بحيث أف أنوان تنتمي لجي بجوز أنوان 30 لاحظ الانوت ان1 ان2 ان3 ان4 هذول مش ضروري يجوا ورا بعض بجوز 10 20 30 40 اما في التيل اذا قلت لي الحد العاشر جوا اذا 11 جوا 12 جوا هاي التيل قص وخذ الباقي بنيجي مثلا بنرمز للاي سي سي اللي هي ايش؟ كل النقاط اللي سيكونس اكيوميليتس الها في هذا التوبولوجي بنيجي بشكل عام لانه كل تيل يشكل انفينيتلي ماني تيرمز اذا الاس ال سبست من الاي سي سي طبعا كلاهما كلوز سيتس بتقدر تثبت انه هاي كلوز سيت وهاي كلوز سيت ايضا امثله طبعا بياخرنا هالطلاب اللي بتاخروا بدل ما يجوا بدايه الحصه بيجوا لي فرادى وكانهم داخلين على عرس وقت ما بدهم يجوا. هلا ناقص واحد قوة ان
باليوجوال عرفنا انها دايفيرج، يعني الاسئله بتاعها 5 دايفيرج، بينما الناقص واحد قوة ان بنفس التوبولوجي اليوجوال it accumulates at او 2 -1 and 1. ليش؟ خذ اي اوبست تحول ناقص واحد باليوجوال، خذ اي عدد بدك اياه، قول 10. هناك عدد اكبر من 10 اللي هو 11، لحد رقم 11 بالسيكونس هو ناقص واحد قوة 11، يعني ناقص واحد تنتمي لمين؟ للجي. خذ اي ان بدك اياها 200، النوت 200، ولا زلت ماخذ جي اوبن ست تحويل ناقص واحد. هناك عدد ان 1 201 اكبر من 200، والحد رقم 201 يساوي ناقص واحد ايضا ينتمي للجي، وهكذا. ايضا السيكونس نفسه اكيوميليتس لا واحد في هذا التوبولوجي. هلا انت اقنع نفسك انه ناقص واحد قوة ان اكيوميليتس بالليفت ري توبولوجي لمين؟ للناقص واحد للانفينيتي، بينما كونفيرج للنقاط من واحد الى انفينيتي، اختلفوا عن بعض خلي بالك. السيكونس اكيوميليتس للناقص واحد بالليفت ري، ليش؟ خد اوبن ست تحوي ناقص واحد، فانها تحوي كل الحدود الفردية، الحد الأول والثالث والخامس والسابع والكل، عددها لا نهائي. أما ناقص انفينيتي لحد الصفر هاي اوبن ست تحوي الناقص واحد، ولكنها لا تحوي تيل، لأن التيل بتاعت الناقص واحد قوة ان لازم يحوي ناقص واحد وواحد. Convergence in first countable spaces. نستعرض بعض النظريات ونثبت بعضها بالنهاية طبعا. Let A subset من X if B تنتمي ل X and A and there exists A and تنتمي ل A ناقص B بحيث انه ال A and converge P then ال P is the cluster point. يعني لو لقيت لك sequence في ال A ما عدا P وهي sequence converge ل P then P تنتمي لمين؟ ل A prime. كلاستر بوينت للمجموعة A. خلي بالك كلمة كلاستر بالسيكونس غير كلاستر أو accumulates بالسيكونس. مفهومين بيختلفوا عن بعض. طبعا its converse is false in general. بدنا نثبت عكس هاي، إنه إذا كانت ال P تنتمي ل A prime، هل بقدر ألاقي سيكونس في ال A ناقص B؟ بحيث انه هاي السيكونس كونفيرج للبي. هون بقول لي ايش؟ عكسها غلط. ليش غلط؟ بدي احاول اخذ توبولوجي ما يكونش فيرست كاونتبل، لانه في الفيرست كاونتبل عكسها صح. الفيرست كاونتبل عكسها صح. المثال هو كالتالي: الار كوكو وخذ الاي فتره مسكره 0 1، فالاي برايم كون الـ A uncountable الـ A prime تساوي R، والـ R فيها 5، إذا 5 cluster point. السؤال: هل بقدر ألاقي sequence في الـ A converge to B؟ الجواب لا. ليش؟ افرض إنه في sequence في الـ A بين الصفر والواحد، واحد بيقول لي واحد الآن يا أستاذ، واحد نص ثلث ربع خمس، هل هاي كونفيرج الخمسة؟ الجواب لا. ليش؟ باخذ الار وبقيم الاف ان، يعني كل حدود السيكونس، الواحد والنص والثلث والربع والخمس والسدس وهذول كلهم، هذول الار ناقص اف اوف ان، هاي اوبن سيت لانه اف اوف ان كاونتبل، وهي تحوي الخمسة لانه ذكر اف ان واقع بين الصفر والواحد والخمسة برا، بينما هاي الاوبن سيت ما بتحوي ولا شيء ولا شيء من السيكونس، لانه كل حدود السيكونس انت قمتها. فهذا هو ايش؟ المثال. وطبعا ليش المثال زبط؟ لانه الار كوكو ليست فيرست كاونتبل،
أثبتناه سابقا. ثيرم 2-3 صفحة 172. Let X T be first countable. اللي بالك first countable كل شيء بمشي دغري عدل ما في لغوصة. إذا التوبولوجي first countable والسيكونس تعبر عن التوبولوجي. السيكونس تعبر عن التوبولوجي. Let X T be first countable T1 space then P is the cluster point يعني P تنتمي لـ A prime if and only if لاحظ if there is a sequence of distinct points. خلي بالك كلمة distinct إلا علاقة مع T1 يعني قيمة distinct قيمة T1 خلي T1 تقدر تحط distinct sequence in A which converges to P. طبعا هاي النظرية راح أثبتها بعد قليل. هاي من النظريات اللي حاولت أحطها لأنه ممكن الفاينل يجيك أثبت أن لا تعتمد حتى لو إجا الفاينل جسمه حدد A B C D راح أحط أسئلة تريكي جدا يعني حتى طالب الماجستير بجوز ما ينتبه له. فأنت ضروري إذا إجتكم أونلاين معناته الأسئلة فيها إن يعني افهم السؤال جيدا بعدين جاوبه لأنه بغطي مساحة أوسع. كل نظرية بقدر أجيب عليها سؤال بينما بالإسي بنقي نظرية بقول لك أثبت أن سيب الولد حاله يا بنت اطلقي حريته مش كبت كبت. ثيرم 2-5 صفحة 173. Let X be first countable then A تنتمي لـ A برايم if and only if كذا كذا. هاي زي النظرية السابقة بس زي ما قلت لكم قيمت الـ T1 فطنشنا عن مين؟ عن الـ sequence of distinct one. ثيرم 2-6 صفحة 174. Let X be first countable with A subsetting X. The P تنتمي لـ A bar if and only if there exists sequence Xn تنتمي للـ A بحيث أن Xn converge للـ P. فلاحظوا في الـ first countable لما تحكي عن الكلوجر بتحكي عن sequence يعني الـ sequence خير ممثل لمين؟ للكلوج سيتس. ايه كلوجر كلوج سيت يعني خير ممثل للاوبن سيتس. هذا اذا كان التوبولوجي ماله فيرست كاونتبل. اما اذا لا معناته ما بتقدر تستنتج نظريات زي هيك. بدك تثبت النظريه. هاي عندي اتجاهين لا تنسى اتجاهين. هاي الاتجاه الثاني بدك تثبت كل واحده بالطريقه اللي بقول لك اياها. هون شو الجيفن؟ بي تنتمي لـ A بار. هاي المطلوب هذا كله تدور على سيكونس بتروح للبي والسيكونس وين؟ بالـ A. بس لا تنسى انه الـ X first countable هذا ايش؟ جيفن للجهتين. هذا ايش؟ جيفن للجهتين يعني بتقدر تستخدم هيك وبتقدر تستخدمه هيك. طيب خلينا ندور على السيكونس هلا. بما ان الاكس فيرست كاونتبل اذا فهو فيرست كاونتبل عند كل نقاط الاكس بما فيهم البي. لاحظ لو اعطاني الاكس فيرست كاونتبل عند نقطه واحده اللي هي بي بكفيني بكفيني. مو ضروري يكون فيرست كاونتبل عند كل النقاط. عند البي هي اللي بدي اياها. اذا في عندي كاونتبل لوكال بيز بي بي ات بي. وحسب نظريه سابقه نقدر نفترض هذا الكاونتبل لوك بيز نستد داون دائما. يعني هاي الاوبن ست الاولانيه في 1 في 2 جواها في 3 جواها في 4 جواها وهكذا. هاي كلمه نستد داون. طيب هلا كون البي تنتمي لاي بار اذا اي اوبن ست تحوي البي تقطع الاي. هلا مين في عندي اوبن ست؟ عناصر اللوكال بيز كلهم اوبن سيتس تحول بي.
إذن في ان تقاطع A ليس of I من الشرط انه البي تنتمي ل A بار. إذن there exists نقطة في الـ A تقاطع في ان، ولكن الـ VN أكثر من مجموعة، V1 عندي، V2 عندي، V3 عندي. إذن لازم الـ A بتاعتك تكون متحركة مع الـ N. There exists AN تنتمي للتقاطع، وبالتالي AN تنتمي للـ A والـ AN تنتمي لمين؟ لـ VN. هلأ من المعطيات السابقة نستنبط أن AN converge لـ V. هاي مهمة جداً، انه اذا الـ VN اذا الـ VN countable local base و AN تنتمي للـ VN فلازم الـ AN ايش؟ converge للـ V. اثباته بسيط جدا، هذا اثبات المعطيات هاي. ناخذ حيلا open set تحول P، هيا بدنا ندور على ايش؟ على تيل من السيكونس كلها وين؟ بالG. بما انها local base at V، اذا there exists a node بحيث انه V a node subset من G. شرط ثلاثة من local base. Now cause اي n اكبر مساوي a node، اي عدد فوق ال a node. اذا V n subset من V a node. Nested down. ولكن ال A n عندي V n تنتمي ل V n. اذا اصبحت لي n تنتمي ل V a node واللي هي جوات ال G. إذا A ان تنتمي لل G for all ان اكبر مساوي ايش؟ النوت. يعني ال G حوت على تيل من السيكونس، وبالتالي السيكونس كونفيرج لمين؟ لل B. هاي حقيقة دائما بستخدمها. إذا في عندي لوكال بيز عندي نقطة P وأخذت من كل V n نقطة، فالنقاط هاي يجب أن تكون كونفيرج لمين؟ لل B. هلا الاتجاه الثاني بالنظريه، given يوجد AN بحيث انه AN مالها converge لل P بالتوبولوجي، المطلوب اثبات P تنتمي لمين؟ لل A بار. لاحظ هذا الاتجاه ليس بحاجه لل first countable. صحيح اعطاني ال first countable بس بباله اني استخدمه للاتجاه السابق. هذا الاتجاه مش اروح البسه اقول first countable، لا مش بحاجه له. حتى لو انه اعطاني اياها مش بحاجته. فشو بدي اثبت؟ بي تنتمي لاي بار. اذا اي اوبن ست تحول بي لازم تقطع الاي، بدي اثبتها. خذ حيلا اتش اوبن ست تحول بي، المطلوب اثبات انه اتش تقاطع الاي از نوت فاي. لاحظ لو مش حافظ التعريف راح كل الامتحان بتاعي على الفاضي. بدك تقعد تقلب بالوراق، مش فيش وقت لتقلب بالوراق. طيب هلا بما انه AN converge لل B معطيني اياها، اذا يوجد النوت بحيث من النوت طالع كلهم وين؟ في الاتش. هاي بتعريف الكونفيرجنس. وبالتالي AN صارت وين؟ في الاتش وايضا في الاي. اذا تقاطع از نوت امتي وهو المطلوب. طبعا لما اقول sequence of distinct points المقصود بها انه الاف نفسها 1 تو 1، يعني اكس 1 تختلف عن الباقي، اكس 2 تختلف عن اكس 12، اكس 3 تختلف عن الباقي. هاي المقصود بها اوف ديستينكت بونز، يعني الاف 1 تو 1. فهاي ثيرم 2 3 اللي بدي احاول اثبتها اثبات منطقي. عندي اتجاهين زمجفيين given x first countable and t1. راح تشوفوا كيف الـ T1 راح احتاج لمين؟ لكلمة distinct points. والـ A تنتمي لـ A prime، المطلوب البحث عن sequence في الـ A of distinct points بحيث انه الـ F converge لمين؟ للـ A. الإثبات يبدأ بما انه الـ X first countable at A، والـ at A بتكفينا حقيقة، مش ضروري يكون first countable عند كل النقاط، فقط عند النقطة اللي بشتغل عندها. إذا there exists countable local base، وبقدر أفترضه إنه nested down. هاي بدون ما أدفع أي ضريبة. بقدر أثبته بدون ما أدفع أي ضريبة زيادة. طيب هلا برهان هاي مش زي اللي قبل.
اللي قبل اخذناه قايم قاعد في ان اوفن، اذا في ان تقاطع الاي از نوت 5 وطلعت مع الاي ان. هون لا، بدي اخذها ريجا ريجا، هذا بالشركسي، بالشركسي ريجا ريجا سك سك، يعني حبه حبه. هلا ابلش في 1 اوفن 6 من اللوكال بيز تحوي بي، البي والاي هي نفس النقطة على فكرة. أنا مرة بستخدم بي مرة برجع لمين للاي. البي تنتمي لاي برايم، إذا بي 1 تقاطع اي ناقص اي اللي هي بي، ضبطوها إذا بدكم، از نوت امتي. وبالتالي ذير اكزيست نقطة في البي 1 وفي الاي ومش اي. هاي خطوة رقم واحد. الخطوة الثانية، بما إنه اكس تي 1 إذا v2 ناقص x1 ل v2 تقاطع x1 complement. هلا في التوبولوجي t1 كل السنجلتونز كلوز، يعني الكومبلمنت للهاي السنجلتون اوبن، واوبن تقاطع اوبن از اوبن، اذا هاي اوبن سيت تحوي الاي، ولكن الاي تنتمي لاي برايم، اذا الاوبن سيت هاي تقاطع الاي ناقص سنجلتون اي از نوت امتي، وبالتالي في عنصر مشترك بالتقاطع سميته اكس 2 بالفي 2، والاكس 2 مش اكس 1، والاكس 2 في الاي والاكس 2 ما بتسويش اي صغيره. هاي الخطوه رقم 2، اتذكر واحد. هلا اندكتفلي افرض انه اخترت اكس 1 اكس 2 لحد اكس 100 بحيث انه كل هدول ديستينكت ولا واحدة تساوي الثانية، هاي معناها distinct، وكلهم وين؟ بالA ما عدا سنجلتون A. كمل البران بقول لك الاكس تي 1، إذا الفاناسيت هاي من واحد لك closed، فالكومبلمنت بتاعها تاع closed open، open تقاطع open open، إذا هاي open set وتحول الA. وريمبر اني فاينال سيت ان تي 1 از كلوزد، اذا الاوبن سيت هاي قاطعها مع الاي ناقص اي از نوت 5، تعريف الكلستر بوينت للمجموعه. طيب اذا في عندي عنصر زياده سميته اكس كي بلس 1 تنتمي لفي كي بلس 1، والاكس كي بلس 1 مش واحده من هدول، يعني ما بساوي لا اكس 1 ولا اكس 2 ولا 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 اكس كي، والاكس كي بلس 1 في الاي، والاكس كي بلس 1 مالها ما بتساوي اي. هاي الخطوه رقم ايش؟ كي بلس 1. طبعا من هذا الحكي بنستنتج انه الاكس كي بلس 1 هدول ديستينكت بون، لانه اكس كي بلس 1 تختلف عما سابقتها، تختلف عما سابقتها. Thus, by induction, we have found xn in A by earlier remark xn converged لل A. هاي اللي قلت لك بستخدمها كثير، هون استخدمتها مرة ثانية. الاتجاه الثاني، وإن شاء الله بنكمل لأنه في ظل 7 دقائق. Given there exists sequence of distinct points بحيث converged لل B أو لل A، المطلوب ال A cluster point للمجموعة. حتى اثبت الاي كلستر بوينت باخذ حيلا اوبن سيت كونتيننج اي، وبحاول اثبت انه اتش تقاطع اي ماينس سنجلتون اي از نوت 5. هلا سينس اف كونفيرج للاي بالفرض، والاتش اوبن سيت تحول اي، سو اتش كونتينز اتيل او اف، تعريف الكونفيرجنس. بات اف از 1 تو 1، سو اتش تقاطع اف ان از ان انفينيت سيت. اتذكر انه الاف 1 اكس 1 واكس 2 واكس 3 هدول كلهم بيختلفوا عن بعض، كلهم بيختلفوا عن بعض، فلو قمت اي منهم عنصر واحد بضل عددهم انفينيت. اذا الاتش تقاطع اي، طبعا الاي مين فيها؟ الاف ان، كل الاف ان جاي وين؟ من الاي، ناقص سنجلتون اي از نوت باي، وبالتالي انتهى البرهان. هلا سؤال عندك في الدار، show that T1 is important in the proof.
طبعا مش تقول لي والله important لأن يا أستاذ استخدمتها، لا حكي فاضي. important in the proof يعني إذا قمتها من نص النظرية بتصير نظريتك غلط، واضح؟ فبتجيب لي counter example بتبين انه اذا كانت التوبولوجي ليست تي 1 ساعتها ما بتقدر تضبط السيكونس اوف ديستينكت بوينتس اوف ديستينكت بوينتس. طبعا من التوبولوجي اللي مش تي 1 المعروفين السهلات الليفت ري توبولوجي، هذا اسهل واحد بقدر ايش تلعب فيه. في اي سؤال اي تعليق اي سؤال؟ هاي استعرضت لك نظريتين كيف تحل. اي سؤال؟ نوال طعاني دكتور في سؤال شيء؟ لا دكتور ما في شيء، اكيد يعطيك العافيه. واضحه الحصه؟ دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. وصغير مع مين؟ اللي عيط مع مين؟ مين؟ بنت اختي. الك يعني؟ توقعت توقعت يا بنت ناحية إنسانية، إحنا مش جلادين ولا سفاحين. لا دكتور بس متى تاخذ التليفون وتقعد تلعب فيه عشان هيك؟ لا حقها تعطيها حريتها، مش دائما تسكر على نفسها. بكفي أهلك سكروا، بكفي أهلك سكروا على نفسك، اسكتي. لا دكتور ما أنا بدي أحضر المحاضرة عشان هيك. أنت منك لله جايبها حصة توبولوجي يا بنت. في اسئله مش شايف ولا شبنا، وين الشباب؟ كلهم بنات. عروبه زامن والطعاني، وين اشوف الحضور؟ وين الحضور الحضور الحضور؟ وين الحضور؟ مش شايف. الحصه لا بتخلص معي. هاي فاطمه بن يونس. هاي احمد موجود، رغد. عبد الله زعبي. يا زعبي. نعم دكتور. نعم دكتور. شو في اسئلة عندك؟ ما في دكتور يعطيك العافية. بشكل عام. ما في يعطيك العافية. عبيدات. محمد. شكرا دكتور. شو في عندك اسئلة؟ ولا شو. عرفتوا شو الفرق بين الاكيوموليتس وبين الليمت بوند للسيكونس؟ وسام جايب اخر الحصه وبدها تنجح، تراجعيني. يا شباب كونوا جديين بالامتحان النهائي، يعني اذا وصلتك مساعده بالاول والثاني لا تتوقع انه المساعده تضلها زي ما هي. انا عندي معلومات كثيره عن الشباب، يعني انتم صحيح بعيدين عني ولكن دائما بسأل عنكم. جمانة موجودة ولا غايبة؟ جمانة أكيد غايبة. هذيك المرة بسأل رايح على شو اسمه؟ على الدكتور كان. ألو. اذا نستودعكم الله، وبعرفش امتى شو اسمه بحطوا برنامج الامتحانات النهائيه بس قريب جدا. السلام عليكم ورحمه الله. انتهت الحصه. ملاك